انهي قضاء؟ المؤسسه قضايا يا كلاب. القضاء مش قادر يحكم واحد مجنون. القضاء يا كلاب. انت مجنون. القضاء يا كلاب. مجنون. والله لك قضاء. انا ممكن اعمل مؤسسه. المؤسسه التنفيذيه انا ممكن اعملها من الشعب. بس القضاء هتبني انكر. هستورد قضاء يا ولاد الكلب. هستورد قضاء. اللي بيحصل ده ينفع؟ حد راح لهم ضربهم وهم معتصمين قدام المؤسسه العربيه؟ حد ضربهم عند المعلم؟ مالوش دعوه بغيري، انا ليا دعوه ببلدي، كلمني ببلدي، كلمني بدوله، انا ليا دعوه بالبلد دي، ما تكلمنيش باي دوله ثانيه في العالم. هو انطلق انا عايز اي حد يعمل اي حاجه. ما يعملش استقطاب، ما يكسيش الكل وياخد كل حاجه. ان هو ياكل التورتايه كلها وبقيه الايديولوجيات المختصره. احنا قلنا ده خمسينات. هو شكل جبهه انقاذ وطني. هو مرت الداعه شكل جبهه انقاذ وطني. عمل جبهه انقاذ وطني. امشي يا حبيبي. امشي يا بابا. امشي يا بابا. اصل تونس، اصل ليبيا، اصل افغانستان. احنا مالنا ومال الدول اللي بره؟ دولتنا احنا، عيالنا اللي بتموت بعضها، الشباب اللي بتموت بعضها. الريس بتاعك ما بيطلعش يقول حاجه ليه؟ وليه حاطط الاعلام الدستوري وذابح المؤسسه القضائيه؟ وليه واقف بيقول انا ربك الاعلى؟ احنا مش هنعبد نفسك. مش هنعبد. اخططوا التماثيل واحنا هنعبد التماثيل. هو الراجل ده عايز ايه؟ احنا هنعبد يعني. ما بتكلمش غلط يا عيال. لا اوعى مش هيعمل حاجه. اه يا جماعه لما تلقص يوفر بيتكلم غلط. اه تغيير القضاء. تغيير القضاء. الشباب كانوا غلط ولا تغيير القضاء. اه وبعدين ولا حفاني ولا تحسب الفساد وانك انت تاخد بالثوره ان تطهير القضاء. انت فهمتها ايه؟ تطهير القضاء. يتم تطهير القضاء من مصدر القضاء. حاج انا راجل سياسي حاج دول. انت يا عم انت يا عم كلمني. يتم تطهير القضاء. انا عايزها دولة مؤسسات.